أشتري أشتري. مشاهدي شدة تي في، تحية لكم فيما كنتم كتابعونا من داخل أو خارج أرض وطن. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أشطري اللي كيرافقكم بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع باش كياخدكم في جولة لعالم الفن والمشاهير في الساحة العالمية العربية والمغربية، وكنحط لكم دائما على الجديد والحصري. إذا بغيتوا تعرفوا هذا الشيء وأكثر، ما عليكم إلا تابعونا زوج مرات في اليوم وأكيد على قناتكم شدة تي في. أما دابا مشاهدينا غادي نمشيو تعرفوا على العناوين وراجعين. اشتري بداية مع جديد الفنانة المغربية جنات مهيد. كندا علوش غادي تغيب على السباق الرمضاني للمرة الثانية على التوالي. غادي نعرفوا على سيرينا غوميز كتعالج من الاكتئاب، ودوين جونسون كيشوق الجمهور ديالو الفيلم سكاي سكرابر، واخيرا جديد مشاهير السوشيال ميديا. تفاصيل اكثر غنعرفوها من دابا شوية، خليوكم معنا ما تمشيو فين. اشتري كتساعد الفنانة المغربية جنات لإحياء وحدة من حفلاتها الفنية يوم 14 فبراير الحالي، وهذا مدينة الإسكندرية بمصر في أحد الفنادق الفخمة بمناسبة عيد الحب. ومن المقرر تقدم جنات خلال هذه المناسبة الفنية باقة من أجمل أغانيها لكن ضمنها ريبرتوارها الفني. أما على صعيد آخر فكتوضع الفنانة جنات مهيد لمسات نهائية على ألبوم غنائي جديد غادي تتعامل من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين، من بينهم عزيزة الشافعي، محمد يحيى، وأمير طعيمة، بالإضافة لزوج أغاني مع الفنان المصري عصام كريكا والملحن المغربي رضوان الديري. اشتري تعاقدت الفنانة السورية كندا علوش على بطولة فيلم جديد للمنتج محمد دياستي وإخراج إبرام سلامة، ومن المقرر يبدأ تصوير المشاهد ديالو خلال الفترة المقبلة مباشرة من بعد الانتهاء من تعاقدات مع الفنانين اللي غادي يشاركوا في هذا العمل السينمائي. للإشارة في آخر أعمال كندا كان فيلم الأصليين رفقة منة شلبي، خالد الصاوي، وماجد الكدواني، بالإضافة لعدد من النجوم اللي ظهروا كضيوف شرف. وفي سياق آخر غادي تغيب الفنانة السورية كندا علوش على الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، لأنها كيف مسبق صرحات ما لقاتش الدور المناسب اللي غادي يرضي طموحاتها. وكان آخر أعمالها التلفزية مسلسل حجر جهنم للتعرض خارج السباق الرمضاني، بالإضافة لمسلسل أفراح القبة رفقة المخرج محمد ياسين، واللي ظهرت فيه كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة في رمضان 2016. اشتري قررت النجمة سيلينا غوميز بدأ سنة 2018 بشكل مختلف، فمن بعد عودة العلاقة بينها وبين جاستن بيبر بدأت علاج جديد للقلق والاكتئاب، بحيث عانت بشدة خلال العام الماضي من تجربة مرضية مريرة اضطرتها للخضوع لعملية زرع الكلي، بالإضافة لفترة كبيرة من جلسات العلاج. لكن من بعد مرور أشهر من النقاهة والإجهاد بسبب المرض، ما كانش من السهل عليها تخطى الأمر بسهولة وبدون معاناة، ولهذا السبب قررت تخضع للعلاج النفسي. وأكد مصدر مقرب من سيلينا أنها بالفعل خضعت لحصص مكثفة للعلاج من الاكتئاب والقلق استمرت لمدة أسبوعين في نيويورك، وأضاف أن الدعم النفسي اللي حصلت عليه من جاستن بيبر ساهم بشكل كبير في سرعة الشفاء ديالها. اشتري كان صدر جمهور النجم الأمريكي دوين جونسون الفيلم الجديد فارغ الصبر، إلا أن هذا الأخير كان حريص على التكتم بشكل كبير على تفاصيل العمل السينمائي اللي كيحمل عنوان سكاي سكريبر، بحيث نجحت الشركة المنتجة في إرضاء فضول الجمهور، وهذا من خلال مقطع فيديو المدة ديالو 16 ثانية كيكشف على البعض من ملامح الفيلم، بحيث جاب تابع الترويج ليه قبل ما تطرح تريلر خاص به خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لبوستر الدعائي اللي تسم بالبساطة الشديدة. سكاي سكريبر كدور أحداثه حول جونسون اللي غيشخص دور مدير سابق لفرقة إنقاذ الرهائن في مكتبة تحقيقات الفيدرالية، وخلال إحدى المهام ديالو بالصين غادي يندلع الحريق في أحد المباني وغيتطلب منه الأمر البحث ومطاردة المسؤولين على هذا الحريق. الفيلم كيشارك بطولته كل من نيفي كامبل وبابلو شريبر، أما تصوير المشاهد كان بعدسة المخرج روسون مارشال، ومن المقرر يتطرح بدور العرض في 13 من يونيو المقبل. اشتري أما دابا مشاهدينا وصلنا للجولة الخاصة بصفحات المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي باش كنتعرفوا على آخر ما شاركوه المشاهير مع الفولورز ديالهم في لي ريزو سوسيو. والبداية مع مغني الراي أيمن سرحاني اللي شارع على حسابه الخاص في الانستغرام مقطع فيديو من جديد أعماله الفنية لابوتيك. دائما مع الانستغرام رفقة الفنان سعد المجرد يشارك مع الفانز ديالو صورة ورفقة تعليق تحشكم بزاف،
أما في تويتر فالفنانة المغربية سلمى رشيد غردت مقطع من أغنيتها الجديدة نيضة، ألقت عليها هاشتاغ شان 2018 هاشتاغ المنتخب المغربي. نرجع للإنستغرام رفقة الفنانة المصرية ياسمين صبري اللي تقسمت مع الفولورز ديالها مقطع فيديو وهي كتمارس رياضة القمص. وأخيرا الفنانة الإماراتية أحلام شاركت مع متتبعينها بالإنستغرام مجموعة صور من كواليس الحلقة الأولى من برنامج The Voice. إذا المشاهدين كانوا هذو خبراتنا لهذه الحلقة، والبداية كانت مع جديد الفنانة المغربية جنات مهيد. كندا علوش غادي تغيب على السباق الرمضاني للمرة الثانية على التوالي، وعرفنا على سيرينا غوميز كتعالج من الاكتئاب، ودوين جونسون كيشوق الجمهور ديالو الفيلم سكاي سكرابر، وأخيرا جديد المشاهير بالسوشيال ميديا. بعد حلقتنا وصلت نهايتها، لقاءنا غيتجدد بكم في حلقة جديدة ودائما أشطري على قناتكم شادة تي في. أما أنا ما بقى لي إلا نقول لكم صلوا لي فراسكم. أشطري أشطري. اشتركوا.